بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا، محاضرتنا لهذا اليوم راح تتضمن استعراض كيفية تصميم النوع الآخر من أنواع الجيرز، اللي هو يعني النوع الثالث بالحقيقة، اللي نسميه بالبيفل جير. البيفل جير طبعا احنا بالنسبة لنا استعرضنا نوعين بالحقيقة الدروس الماضية، واحد من عندهم السبور جير والآخر من عندهم اللي هو الهيليكال جير، وعرفنا مميزات كل واحد من عندهم، مدة ادفانتج مال كل واحد من عندهم، وشنو مبررات انه نصنع هيليكال جير رادر ذان فور جير. ايضا اليوم راح يكون عندنا وقفه امام نوع اخر من انواع الجيرز، اللي هو يعني يستخدم بالتطبيقات الصناعيه بشكل كلش كبير، اللي هو البيفل جير. مبررات احتياجنا الى البيفل جير هو كل ما تشوفون امامكم بالفيجر هذا، لما نحتاج نعكس الحركه بزاويه تقريبا 90 درجه، يعني اذا تباوع هذه عباره عن البيفل جير في الحقيقه، التروس المخروطيه، وهذه التروس المخروطيه اذا تباوع المحاور مالتها عباره عن كروس سنترز، المحاور مالتها تكون محاور متقاطعه، في اغلب الاحيان تكون الزاويه ما بين المحاور بحدود 90 درجه. إذا لما تحتاج إلى أنه تعكس الحركة في 90 درجة، تحتاج إلى مثل هيك نوع من أنواع الجير. واحد من أشهر التطبيقات اللي ممكن أن تلاحظون بهذه الحالة هو الأكسل مال السيارة. الأكسل اللي يحول لك الحركة، طبعا احنا عندنا الحركة تبتدي من المحرك مال الأوتوموتيف كار، تنقل عن طريق الكليتش إلى الجير بوكس، من الجير بوكس إلى الأكسل. زين، الاكسل يحاول ان يوزع الحركه او يعكس الحركه ب 90 درجه الى الاطارات او العجلات الخلفيه اللي راح تدفع السياره. فالاكسل يحتوينا على شنو؟ على جيرز من النوع هذا. طبعا هذه الجيرز ايضا تصنع على شكل مجاميع، يعني اكو ترس صغير واكو ترس كبير، واحد من عندهم راح نسميه البينيون كالعاده، والاخر راح نسميه بالجير. اذا مبررات وجود مثل هكذا نوع من انواع الجيرز هو انه لما نريد نعكس الحركه نحتاج الى مثل هيك نوع من انواع الجير. بعد هالمقدمه هذه خلينا نشوف شنو البيفل جير. البيفل جير بالحقيقه ار كت اون اكونيكال بلانك. البلانك اللي نقصد بيها هي الخامه اللي راح نصنع من عندها البيفل جير. مثل ما تعرفون احنا من يعني نصنع البيبل جير بالورشه نحتاج الى خامه معدنيه، هاي الخامه المعدنيه نفتح عليها اثنان مثل ما تشوفون هنا بالصوره، هذه التيث مال البيبل جير. هذه الخامه از اكونيكال بلانك تو بي يوز. اذا الهدف من البيبل جير هو تو ترانسميت موشن بتوين انترسكتنج شافت، محاور متقاطعه، يعني نقل الحركة ما بين محاور متقاطعة. لاحظوا هذا المحور مال الجير نمبر 1، ديبل جير نمبر 1 كان يكون عندنا البنيون او الجير. زين، و راح يتقاطع مع المحور الثاني من الجير الثاني. اوكي، فنحتاج مثل هيك نوع من انواع الجير اللي هو عبارة عن البيبل جير. ابسط انواع البيبل جير هي عبارة عن الستريت توث بيبل جير. ستريت توث بيبل جير شنو معنى ستريت توث بيبل جير؟ لاحظوا هذه التيث مال الجير، كل توث بالحقيقه راح نفتحها بالمعدن بارلل تو ذا اكسنس اوف ذا بيبل جير. لما تكون عندنا الاسنان بارلل تو ذا اكسنس اوف ذا بيبل جير راح نسميه بالستريت بيبل جير. طبعا هل يوجد نوعيات اخرى من هذا الجير غير الستريت؟ طبعا موجود عندنا سبايرال بيبل جير، اللي هو شكله جدا معقد وتكلفته جدا عاليه. زين، لكن نحتاجه في تطبيقات الاحمال العاليه. زين، فلذلك هنا راح يكون عندنا يعني محور دراستنا راح يكون على الستريت بيبل جير، نستثني ذاك النوع، راح يكون عندنا الستريت بيبل جير. زين، الستريت بيبل جير هو البيبل جير اللي تكون عندنا الاسنان ب يعني بارلل تو ذا كون اكسس، بارلل تو ذا كون اكسس. هذه الاسنان اللي تشوفوها تكون بارلل تو ذا كون اكسس بالضبط، ما في شغلات السبور جير.
البيبل جير بالحقيقة، والسفريت بيبل جير يستخدم بالسرعات الواطئة اللي هي تقريبا من 1000 فوت بير منت وأقل، من 1000 فوت بير منت وأقل. والسبب هو مثل ما درسنا بالنسبة للسبور جير، أنه واحد من الديس أدفانتجز مالته أنه بالسرعات العالية تكون عندنا شنو، يكون عندنا نويزي أوبريشن، يعني يحدث عندك ضوضاء نتيجة للإمباكت اللي يصير عندك ما بين الأسنان. هنا نفس الحالة، إذا هنا راح نستخدمه فور لو سبيد أبليكيشن وذ بيتش لاين فيلوسيتي أب تو 1000 فوت بير مينت، يعني السرعة لازم تكون عندك أقل من هذا الحد. Where smoothness and quietness are not significant consideration. ممكن استخدامه بهال range هذا من السرعة. زين. حتى نحسن من أداء هذا الجير زين، نحتاج أن يكون عندنا الفينيشنج مال الأسنان، مال التيث، مال السيرفس مال التيث، الفينيشنج مالته يكون كلش عالي. فبهالحالة احتمال نستخدمه for higher speed. For higher speed. طبعاً إحنا بنقول الفينيشنج مال الأسنان يكون كلش عالي. نحتاج إلى مكان متخصص، نحتاج إلى مجهود كلش كبير، يعني باختصار نحتاج إلى كلفة أكبر لتصنيع هذا النوع من أنواع الجير. الجيومتري بالحقيقة، شوف هنا بالنسبة للجيومتري مال بيبل جير، الساينس and shape of the teeth is defined at the large end of the back cone. هذه نخليها على بالنا. The size and shape of the teeth is defined at the large end on the back cone. هذه واحدة من المصطلحات الجديدة اللي تسمعون بها، مختص بها فقط البيبل جير. طبعا البيبل جير وخصوصا الستريت بيبل جير is similar to the spore gear teeth. زين، عندنا standard straight بيبل جير are cut by using 20 degree pressure angle. هذا اذا نخليها على بالنا. And full depth teeth which increases the contact ratio and the strength of the pinion. باعوا هنا back cone، ايش مقصد به؟ تشوفون هذا هو عبارة عن set of bevel gear. هذا هو عبارة عن set of bevel gear. هذا عندنا البينيون اللي هو الترسل الصغير، وهذا هو عندنا الجير. لاحظوا هذا التانجنت هنا لتسوي لنا كون. هذا الكون بالحقيقه نسميه بالباك كون، المخروط الخلفي. تلاحظون شلون كل جير اكو به مخروط خلفي. لاحظ هذا الباك كون مال الجير، هذا هو عباره عن باك كون مال الجير. هذه الزاويه اللي تشوفوها يسموها الجير باك كون. الجير باك كون يعني هذا هو عباره عن الجير باك كون. تشوفوا هذا المخروط كان يتشكل عندنا، هذا هو عبارة عن الجير باك كون اللي شفتوا الجيومتري. لاحظوا هذه المسافة راح نسميها بالكون لينث. هذا هو عبارة عن الفيس ويدث، هذا عبارة عن الفيس ويدث. لاحظوا هنا هذا السنتر مال التيث مال البينيون زين، ويا المحور مال البينيون نفسه يولد لنا زاوية نسميها بالبيتش انجل، نسميها بالبيتش انجل. اوكي، كذلك الحال هذا المحور مال الجير ويا هذا السنتر لاين مال التيث شو ينطينا؟ ينطينا البيتش انجل مال الجير. لاحظوا الفا بي زائدا الفا جي، يعني المجموع مال البيتش انجل هذه الاثنين يصير عندنا 90 درجه. يعني احنا هنا ننقل الحركه ما بين محورين متعامدين، محورين متعامدين، يعني اكو عندنا تو شيفت المحاور مالته مش بيها تكون عندنا متعامده. لاحظوا هاي الزاويه الكليه ايش قد 90 درجه. اذا قدرنا نحسب الفا بي فراح تكون الالفا جير بالحقيقه هي 90 ناقصا الفا بي، 90 ناقصا الفا بي. الدايمتر البيتش ريفير تو ذا باك كون اوف ذا جير. لاحظوا هنا الدايمتر البيتش نقيسه، عفوا البيتش دايمتر هنا اللي هو عبارة عن الدي اوف جير، والدايمتر البيتش ريفير تو ذا باك كون اوف جير. احنا كل الجيومتري مثل ما قلنا نقيسه ونحسبه على اساس شنو؟ على اساس الباك كون. فالريليشن شيبس بالحقيقة هذه اللي شفناها احنا بالسبور جير وبالهيليكال جير راح تبقى صحيحة. راح يكون عندنا الدي اوف بينيون هو عبارة عن النمبر اوف تيث اوف بينيون على الدايمتر البيتش.
وال شلون نقول البيست سيركل دايمتر مال الجير زين از ايكوال تو ذا نمبر اوف تيث اوف ذا جير على الدايمتر البيتش، على الدايمتر البيتش. مثل ما تعرفون الدايمتر البيتش الوحدات مالته هو انج اوف ناقص واحد، نفس اللي شفناه بالفور جير وبالهيليكال جير. لاحظوا هذه البيتش انجل تان الفا بي تساوي لي للام بي الى ان جي اللي هو عباره عن النمبر اوف تيث مال بينيون الى النمبر اوف تيث مال الجير. النمبر اوف تيث مال بينيون الى النمبر اوف تيث مال جير هي عباره عن السبيد ريشيو. اذا كان الفا بي هي عباره عن السبيد ريشيو بالضبط، الريدكشن ريشيو، السبيد ريشيو، الار اس اللي احنا نسميه، يعني هو النمبر اوف بينيون، نمبر اوف تيث اوف بينيون الى النمبر اوف تيث مال الجير. اما تان الفا جي راح يكون عندنا هو عباره عن النمبر اوف تيث على الجير على النمبر اوف تيث على البينيون. زين، وعاده اذا وجدنا الالفا بي، اذا وجدنا ايش قد قيمه الالفا بي اللي هي عباره عن الار اف مثل ما راح نشوف بالامثله اللي راح نستعرضها بعد قليل، اوكي، راح نقدر نولد الالفا جي انه هي عباره عن 90 ناقص عن الالفا بي. لاحظوا ان الزاويه كلها 90 درجه، اذا عرفنا الالفا بي راح نعرف الالفا جي. هذا الار اف اللي هو عباره عن شنو؟ عباره عن الريدكشن ريشيو او السبيد ريشيو. لاحظ السبيد ريشيو هو السبيد مال جير الى السبيد مال بينيون، واللي يساوي ان النمبر اوف تيث مال بينيون الى النمبر اوف تيث مال جير. هذا النمبر تي النمبر اوف تيث مال بينيون الى النمبر اوف تيث مال الجير مثل ما شفناه هو عباره عن تان الفا بي، تان الفا بي واللي هو المعكوس مالته راح يكون كوتانجنت الفا جي. لاحظوا هنا تان الفا دي از ايكوال تو ان دي، يعني النمبر اوف تيث بالجير على النمبر اوف تيث بالبينيون اللي هو معكوس هذا، اوكي، معكوس هذا. لذلك هنا راح يكون عندنا هذا العلاقات ايضا صحيحه. شوف هنا البي هو عباره عن البيتش دايمتر، الكابيتال بي هنا هو عباره عن الدايمتر البيتش، والان هو عباره عن النمبر اوف تيث، الالفا هو عباره عن البيتش انجل، البيتش انجل، الاوميجا هي عباره عن الانجلر سبيد، والار اس هو عباره عن السبيد ريشيو، السبيد ريشيو. هنا عندنا الفيس ويدث بالنسبه للبيبل جير ممكن ان نختار بهالطريقه هذه، البي مي بي ال اوفر 3 اور البي از ايكوال تو 10 على الدايمتر البيتش، ايهما اصغر؟ ويتش ايفر از سمولر، ويتش ايفر از سمولر. من نريد الفيس ويدث لازم يكون عندنا ال ونقسمه على 3 وبعدين نروح نحسب 10 على الدايمتر البيتش ونشوف من هو اصغر، هو راح يكون عباره عن الفيس ويدث ويتش ايفر از سمولر. ذا يونيفورم كليرنس ايضا راح نشوف ايش قدها. طبعا هنا ال L هو هذا ال L اللي هو عباره عن الكون لينك، يسموه الكون لينك، هذا هو عباره عن ال L اللي هو عباره عن الكون لينك. لاحظوا هذا الكليرنس ما بين الاثنين المتعاشقه، هذا الكليرنس شلون نحسبه؟ اكو عندنا امبيريكال ايكويجن، امبيريكال ايكويجن هذه، هذا الامبيريكال ايكويجن تكون موجوده عندك من تحتاجها، راح يكون هي عباره عن 0.188 على الدايمتر البيتش زائد 0.002 2 بالالف من الانش، اوكي. عندنا الكوانتيتيز ال ان سي ريبريزنت ذا بيتش كون انج عفوا بيتش كون لينك اند ذا كليرنس، هذا هو عباره عن الكليرنس مثل ما شفناه بالفيجر اللي استعرضناه قبل قليل. هذه الجيومتريكال بروبرتيز مال البيفل جير. يعني اذا تلاحظون احنا بعد ما درسنا السبور جير ودرسنا الهيليكال جير تصبح النوعيات الاخرى في الحقيقه هي مماثله مع وجود بعض التحويرات اللي يفرضها علينا من هو الجيومتري. السبور جير كان عندنا يعني سلندريكال شيب، كانت عندنا الاسنان بارلل تو ذا اكسنت اوف ذا جير. جينا بالهيليكال سوينا الاسنان مايل بزاويه مقدارها هيليكس انجل. هنا جينا بالبيبل جير صارت عندك السلندريكال صار عندك كون، اوكي. فهذه كلها تفرض علينا شنو؟ تغييرات في الجيومتري، لكن العلاقات الاساسيه تبقى هي هي. زين، هنا ايضا راح نجي نعامل
نريد نطبق اللويس إكويجن اللي هي مثل ما ذكرنا بالنسبة للهيليكال جير، إنه لويس استخدم عندنا سبور جير. زين هنا أنا راح نشوف أكو عندنا فيرتوال سبور جير اللي إلى فيرتوال نمبر أوف تيث، أكو إلى فيرتوال نمبر أوف تيث. يعني إذا قطعنا البيفل جير في الدبلين، زين راح يظهر عندك سبور جير بشكل معين إلى نمبر أوف تيث يسموها الفيرتوال نمبر أوف تيث. الفيرتوال نمبر أوف تيث ممكن نحسبها بهالطريقة هذه. هذا الفيرتوال نمبر أوف تيث بالنسبة للبنين هي 2 في الآر أوف باك كون، زين البي هاي الباك كون، زين مال البنين ملتبلايد باي دايمتر البيتش. هذا منه بالنسبة للبنين. بالنسبة للجير راح يكون 2 في آر بي جي. لاحظوا هذا الآر بي جي والآر بي، هذا هو عبارة عن الباك كون راديوس. الباك كون راديوس ار بي جي، واكو مثله هنا راح يكون عندنا الباك كون راديوس بالنسبة للبنيون. بالنسبة للبنيون فالفيرتوال نمبر اوف تيث، فيرتوال نمبر اوف تيث بالنسبة للبنيون وبالنسبة للجير راح يكون عندنا هذه، او ات كان بي كالكوليتد از فولوز، اللي هو عبارة عن virtual number of teeth مال pinion، هو عبارة عن number of teeth مال pinion. يعني أما توجد عن طريق الجيومتري هذا الار والدايمتر البيتش، أو توجد عن طريق شنو number of teeth اللي هو مال pinion مقسوم على كوساين الفا بي اللي هو عبارة عن البيتش انجل مال pinion. والنمبر of teeth أو virtual number of teeth بالنسبة للجير هو عبارة عن number of teeth of gear على الكوساين مال البيتش انجل بالنسبة للجير. اذا هذا او هذا، وراح تشوفون احنا بالامثلة مرة نستخدم هذا مرة نستخدم هذا الفورم حسب المعطيات اللي موجودة عندك بالسؤال او حسب المعطيات المتوفرة عندك. بناني هنا عندنا الار بي هي بسرعة عامة الباك كون راديوس، فاذا خلينا وياها جي راح تكون الباك كون راديوس اوف ذا جير، واذا خلينا وياها بي راح تكون عبارة عن الباك كون راديوس اوف ذا بينيون. والان هو عباره عن النمبر اوف تيث، الاكتوال نمبر اوف تيث، الاكتوال نمبر اوف تيث. هذه هي عباره عن ال، يعني هذا راح يفيدنا لما راح ندرس السترينث مال شو اسمه مال الجير. يعني راح نشيك السترينث مال الجير اكوردنج تو ذا لويس اكويجن. هنا مثل ما تعرفون راح تبقى هي لويس اكويجن مثل ما شفناها سابقا بالنسبه للسبور جير والهيليكال جير، مع اجراء التحويرات اللازمه بالنسبه لل للتغير بالجيومتري اللي صار عندنا اللي هو عبارة عن البيفل جير. أوكي لأنه راح يصير عندك الفيرتوال نمبر اوف تيث، هذا عند هذا الفيرتوال نمبر اوف تيث راح نختار قيمة الوالي اللي هو الليت فورم فاكتور. يعني الليت فورم فاكتور مالتنا راح يكون عند هذا العدد من الأسنان. إذا نروح نشوف عدد الـ يعني شنو القوة اللي تأثر لنا على البيفل جير نتيجة لعملية التعشيق، نتيجة لعملية التعشيق مال يعني مال البينيون والجير. زين راح نلاحظ وجود 3 تايب اوف فورسز. لاحظ الاول اللي هو عبارة عن الاكسيال فورس، هذه الاكسيال فورس دائما تكون بارلل تو ذا اكسنت اوف ذا جير. لاحظ هذه عبارة عن الاف اكسيوم اللي هي دائما parallel to the axis of the gear of the bevel gear. وقعدنا اف راديال اللي هي عمودية على المحور مال الجير. وقعدنا الاف تانجنشال ده تشوفون هاي النقطة، هذه عبارة عن الاف تانجنشال مما يدلل على انها عمودية على الشاشة اللي انتم تنظرون بها هسه حاليا، وكلها تأثر لنا بالبيتش بوينت. وهذه البيتش بوينت افتراضا راح نعتبرها واقعة في منتصف الفيس والتسادل في منتصف السن هنا. يعني هذا إذا كان الطول مالته بي، فهنا بي أوفر 2. إيش قد تبعد لنا مسافة؟ لأنه مثل ما تعرفون عندنا الاف تانجيشن هذه هي عبارة عن درايفنج فورس، وهذا الدرايفنج فورس يعني هي اللي تولد لنا التورك، هي اللي تفر لنا هذا الجير. معناه أنه تولد لنا التورك معناها هي اللي تدور لنا هذا الجير. اوكي
إذا قلت قيمة التورك راح تكون قيمة التورك هي عبارة عن الـ F-tangential multiplied by الـ R-average. هذا الـ R-average. فراح نعرف شلون نحسب الـ R-average لازم. زين؟ راح نشوف شلون نحسب الـ R-average. إذن هذه هي عبارة عن القوى اللي موجودة هنا. يعني لو كان عندك شفت مثل هذا الشفت ورابطين عليه بالحقيقة بيفل جير من هالنوع هذا، زين؟ انت لازم تتوقع وجود الثري فورسز هذه، الاف راديال والاف تانجنشال والاف اكسيال. وجود الاف اكسيال هذه يحتم عليك استخدام شنو؟ استخدام بالحقيقه بيرنج حتى تسند هذا الشفت. هذه البيرنج قادره على ان تمتص قيمه معينه من الاكسيال فورس، او تمتص لنا هذه الاكسيال فورس، تمتص لنا هذه الاكسيال فورس. وان شاء الله راح انزل لكم فيديو يوضح لكم مبدأ عمل بالحقيقة الأكسل مع السيارة اللي هو متكون لنا من بيفل جير. أرجو التدقيق بكل القطع اللي راح تنعرض أمامكم، لأنه كلها أنت يعني مسؤول عنها. يعني شفت عرفت شلون تصممها من الصف الثالث، الجير هسه هذه إحنا في صدد الحديث عندها. راح تشوف عندك البيرنج إن شاء الله المحاضرات المقبلة راح نتعلم شلون راح نختار البيرنج أو شلون راح نصمم البيرنج إذا كان عندنا هيدرو دايناميك بيرنج. فبالفيديو راح يعرض لك كل التفاصيل، زين؟ وبعدين يجمع لك إياها. فأرجو أنكم تنتبهون حتى شوية تصير عندكم فكرة عن هذا الموضوع. هذه القيم وهذه الفورسز مثل ما موجود عندكم هنا بالمخطط مال القوى. طبعا الاف تانجنشال هي المسؤولة عن الدرايفنج، ولذلك هي عبارة عن التورك على الار افريج. التورك على الار افريج لأنه عرفنا أنه التورك اللي بيتولد اللي هو هذا هو عبارة عن الاف تانجنشال ملتبلايد باي الار افريج. لذلك الاف تانجنشال هي عبارة عن التورك على الار افريج. وهذا الار افريج انت لي افريج فيتش راديوس اوف ذا جير اندر كونسيدريشن. يعني احنا عليه من نصمم، اكيد راح نصمم على اساس البنيان اللي هو الاضعف، اوكي؟ او نريد نشوف ايش قد مقدار التورك المنقول الى الجير، زين؟ فلازم نستخدم الار افريج يا اما مال البنيان يا اما مال الجير، يعني حسب الجير اندر كونسيدريشن. احنا على منو بنشتغل؟ على منو بنشتغل؟ اذا هذا الار افريج اوف بنيان اكو والار افريج اوف جير، وراح نشوف شلون نحسبهم بعد قليل ان شاء الله. الريزلت فورس الحقيقه هو المحصله اللي تأثر لنا على الفن، زين؟ راح تكون هي عبارة عن F tangential secant phi. الفاي هي عبارة عن البريشر انجل. وعندنا هنا بالحقيقة الـ F axial والـ F radial يرتبطون بمن؟ بالـ F tangential. F tangential tan phi sin alpha و F tangential tan phi cosine alpha. cosine alpha. هذه تقدرون تشوفوها من خلال هذا الاسم المخطط مال القوى. لاحظ هذه عبارة عن F tangential tan phi وتميل بزاوية مقدارها الفا، فراح تتحلل لنا إلى كوساين الزاوية هذه اللي هي عبارة عن الاف راديال، وإلى ساين الزاوية اللي راح تكون هي عبارة عن الاف اكسيال. يعني هاي الاف اكسيال من هنا نقدر نقول هي عبارة عن F tan phi ساين الفا، أما هذه F راديال راح تكون هي عبارة عن F tangential tan فاي كوساين الفا. هذه عبارة عن القوى اللي راح تتولد عندنا نتيجة لعملية الكونتاكت، وهذا هو عبارة عن الابريفيشن اللي احنا استخدمناه هنا. عندنا هنا الراديال فورس، هنا الاكسيال فورس، هنا التانجنشال فورس. الفاي هو عبارة عن البريشر انجل، والالفا هو عبارة عن البيتش انجل. البيتش انجل خلينا نشوف فد مثال بسيط يوضح لنا كيفية تطبيق المعلومات اللي هذه وكيفية الاستفادة من هالمعلومات اللي موجودة واللي استعرضناها قبل قليل، قبل نروح إلى عملية التصميم مال بيفل جير. بعد ما سيطر بيفل جير البريشر انجل مالته 20 دجري. النوع مالته هو ستريت بيفل جير. تو بي يوز تو ترانسميت 20 هورس باور. يعني القدرة اللي راح ينقل لناها هذا السيت اوف جير اللي هو البنيون والجير حدود 20 هورس باور. From a pinion operating at 500 RPM. طبعا من صارت عندنا القدرة وصار عندنا الـ RPM معناه التورك نعرف عندنا، لأنه يعني التورك في الأوميجا راح يطلع لنا شنو؟ راح يطلع لنا هو عبارة عن الباور. زين؟ إذا عندنا operating at 500 RPM
to a gear mounted on a shaft that intersects the shaft at an angle 90 degree. يعني المحاور مال الجير متعامدة على بعضها البعض. الزاوية اللي بيناتها قد تكون عندنا 90 degree. 90 degree هذه مال الانجل. يريد من عندنا قد البيتش انجل and the average radii for the gear, the average radii, يعني the average radius of the gear والthe average radius of the pinion. زين for the gear. إيش قد مقدار الفورسز؟ إيش قد مقدار التورك produced about the gear shift؟ لاحظوا هذه هي عبارة عن الجير. تلاحظون هذا هو عبارة عن البينيون وهذا هو عبارة عن الجير. أوكي؟ هذا البينيون وهذا الجير. ولاحظوا هذا المحور مال البينيون وهذا المحور مال الجير. الزاوية بيناتهم إيش قد تكون عندنا؟ الزاوية تكون عندنا 90 درجة. تكون عندنا الزاوية 90 درجة. شوف هذا السرعة مالته 500 RPM، هذا السرعة مالته تجد 200 RPM. يعني شنو معناته؟ معناه أنا عندي الريدكشن ريشو، موجود عندي الريدكشن ريشو، موجود عندي السبيد ريشو اللي هو عبارة عن الان جير إلى الان بينيون اللي هو 200 إلى 500. لاحظ الجير سبيد هو عبارة عن 200 RPM، البينيون سبيد يكون عندنا 500 RPM. إذن الار اسمالتي هو عبارة عن 1 إلى 2.5 اللي هو عبارة عن الدي اوف بينيون الى الدي اوف جير. هذا هو تعريف الريدكشن ريشو. لذلك هنا الدي اوف جير بالحقيقة راح يساوي لنا قد؟ راح يساوي لنا 2.5 في الدي اوف بينيون، 2.5 في الدي اوف بينيون. اذا تلاحظ من الرسم انه الدي اوف بينيون هو 10 انش، معناه الدي اوف جير قد يساوي لنا 2.5 في 10 يعني 25 انش. 25 انش. اما بالنسبة لي الالفا بي اللي هو البيتش انجل مال البينيون فيه تان انفرس الار اللي هو عباره عن 1 إلى 2.5 اوكي واللي يساوي لنا بحدود 21.8. لاحظ هذا هو عباره عن البيتش انجل مالت من مال البينيون. اذا الجير بما انه عندنا المحاور متعامده يعني الزاويه ما بين المحاور قد تكون عندنا 90 درجه، اذا الالفا جير بعد ما عرفنا الالفا بينيون نقدر نطلعها بهالطريقه هاي 90 ناقصا الالفا بينيون. إذا 90 ناقص 21.8 يساوي لنا 68.2. إذا هذه هي عبارة عن البيتش انجل بالنسبة للجير وبالنسبة للبينيون. لاحظ هذا الار افريج، هذا الار افريج هو عبارة عن الار اوف جير ناقصا شنو؟ ناقصا البي اوفر 2 ساين الفا جي، ساين الفا جي. هذا بالنسبة للجير. وبالنسبة للبينيون راح يكون عبارة عن الار بينيون البي اوفر 2 ساين شنو؟ ساين الفا بي. وهذا تقدر تعرفها من خلال الجيومتري هذا. لاحظ هنا احنا مو قلنا هنا هذه القوى راح تاثر عندنا الاف تانجنشال والاف راديال والاف اكسيال في نقطه يسموها البيتش بوينت اللي تقع في منتصف المسافه هنا. هذه المسافه هي عباره عن بي الفيس ويدث هنا. اوكي؟ فتقدر تسوي الجيومتري مالتك وتعرف انه ايش قد عندك المسافه اللي هي هذه عباره عن الار افريج. عبارة عن الار افريج. لاحظوا هذا هو عبارة عن البي، احنا ناخذ من عند البي اوفر 2. اوكي؟ ويصير عندك المثلث قائم الزاوية وهاي الزاوية اللي هي الفا بي اذا كنت تدرس على البينيون او الالفا جي لما تدرس على الجير. فلذلك هنا أنا بيكون عندنا عبارة عن الار جير، الار افريج بالنسبة للجير راح يكون هو عبارة عن الار جير ناقصا البي اوفر 2 ساين شنو؟ ساين الفا جير. زين؟ راح يعطيك والار بي افريج راح يكون هو عباره عن ار بي ناقصا يعني الراديوس اوف ذا بينيون. الراديوس اوف ذا بينيون اللي هو شنو الراديوس اوف ذا بينيون؟ اللي هو عباره عن الدايمتر مال البينيون شلون مقسم على 2. والار اوف جير هو عباره عن الدايمتر مال الجير مقسوم على 2. الدايمتر مال الجير مين حصلناه؟ حصلناه من الريدكشن ريشو هنا اللي قلنا عليه هو عباره عن 2.5 في الدايمتر مال البينيون اللي هو طلع لنا 25 انش. ف 25 انش على 2 يطلع لك 12.5 تقريبا. هذا هو ال 12.5 اللي هو عباره عن الافرج مال شفنا الار جير العفو زين اللي نستخدمه هو الار افرج ناقصا البي اوفر 2. عندنا البي هو 2 انش على 2 يطلع لنا 1 ساين كذا. هاي الزاويه الفا جي الفا جير. اوكي تطلع لنا ايه هالقد. اما ايش قد المقدار التانجنشال فورس بالحقيقه
هي في الفرع بي ايش طالب من عندك؟ الفرع بي بفورس فاون ذا جير، فتحتاج اول شيء عندك التانجنشال فورس، قد مقدار التانجنشال فورس، هاي مقدار التانجنشال فورس. ان الهورس فور هو عباره عن اف تانجنشال ملتبلايد باي بي على 33000، فلذلك الاف تانجنشال هو 33000 في الهورس فور مقسوم على شنو؟ مقسوم على البي. روح تجيب البي بالنسبه للبنيون، شوف هنا باي في الدي بنيون، طبعا التانجنشال فيلوسيتي للجير والبنيون بالتساويات المفروض تكون، يعني فباي في دي اوف بنيون افريج في ان بنيون على 12، هذا هو عباره عن البي، مو باي دي ان اوفر 12، حتى نحول الانج الى شنو؟ الى فوت، حتى نحول الانج الى فوت، هذا تحويل لا اكثر ولا اقل. فلذلك هو باي في الدي اوف بنيون افريج، لاحظ هنا عندنا الار افريج 4.6 مضربه في 2 حتى يطلع لك هذا الرقم 9.2، اوكي، مضروب في النمبر اوف ريفوليوشن بالنسبه للبنيون اللي هي عباره عن 500 ار بي ام مقسوم على 12 حتى نحول الانج الى فوت، فراح يصير عندك 1204.2 فوت بير مينت. ايش قد مقدار الاف تانجنشال؟ هاي مقدار الاف تانجنشال 33000 في الهورس باور المنقوله عبر الجير 120 هورس باور على الفي اللي مقدارها ايش قد؟ 1204.2، اوكي، يطلع لنا بحدود 548 باوند. فاذا عرفنا الاف تانجنشال راح يكون عندنا الاف اكتيال، لان انت اف تانجنشال تان باي مره يكون ساين الفا بي ومره يصير كوساين الفا بي، يعطينا الاكسيال والاف راديال حسب المخطط اللي شفناه قبل قليل، راح يعطينا واحد الاف اكسيال هو 74 باوند، وبالنسبه للاف راديال يكون عندنا 185 باوند. هذه هي عباره عن الفورس، تلاحظ هذه عباره عن الراديال فورس بالنسبه للبنيون. اذا كان اتجاه الراديال فورس بالبنيون هنا بهذا الاتجاه الى الاعلى، فعلى الجير راح تكون بالعكس وبنفس القيمه. اما الاف اكسيال اللي هي هذه اللي هي عباره عن 74 باوند، اذا كانت عندنا بهذا الاتجاه زين، فعلى الجير راح تكون بالاتجاه المعاكس وبنفس القيمه. والاف تانجنشال هي هاي النقطه اللي تشوفوها، لانه تكون عموديه على مستوى النظر مالتك حاليا، فتكون عندنا بحدود 548 باوند. قد مقدار التورك مثلا يعني بالنسبه للجير، بالنسبه للجير المنقول على الجير راح يكون عندنا التورك يساوي ان الاف تانجنشال مضروب في الدي افريج مال الجير مقسوم على 2، يعني هذا الار جير افريج، الار جير افريج اللي هو عباره عن 548 اللي هو عباره عن الاف تانجنشال مضروب في 11.6 اللي هو عباره عن الار افريج اللي طلعناه قبل قليل، يطلع لك هذا المقدار، يطلع لك هذا المقدار. الان بعد ما تعرفنا على الجيومتري والنوتيشن مال البيفل جير، راح نجي الى عمليه التصميم. مثل ما تعرفون ومثل ما ذكرنا بالتصميم مال النوعيات الاول والثاني اللي هو الفور جير والهليكال جير، انه الجيرز لازم تتحمل لنا، يعني لازم تكون لها مقاومه كافيه حتى تتحمل عبء القوى المؤثره عليها اللي شفنا القوى شنو هي، الاف تانجنشال والاف راديال والاف اكسيال، يطلع شلونها واحد. والشغله الثانيه انه لازم تشتغل بدون ما يصير بيها وير، يعني تشتغل بالحقيقه الى فد عمر افتراضي، عاده هذه المعدات لها عمر معين وتنتهي، لازم تشتغل عمرها كلها بدون ما يصير عندنا بيها وير. ومثل ما ذكرنا سابقا ونريد ناكد هنا انه الوير ممكن ان يكون هو عباره عن بيتنج موجوده على السطح، تنقرات تصير عندنا على السطح مال الجير، او يصير عندنا عليه سكراش خدوش، او يصير يعني شيء من هالقبيل هذا، فهذا راح نسميه فيلير ديو تو وير. فلازم نشيك، هالنقطتين هذه، لازم الجير يكون عندنا ناجح من ناحيه السترينج وناجح من ناحيه الوير، انه ما راح يصير عندك بي وير خلال فتره طيله فتره عمله للعمر كله مالته، اوكي. فمثل ما تعرفون ومثل ما درسنا بالنسبه للفور جير والهليكال جير، نشيك البيندنج سترينث مال الجير
باستخدام شنو؟ باستخدام اللويس اكويجن، باستخدام اللويس اكويجن مع مراعاه التحويرات اللي راح تصير. لاحظوا هذه عباره عن اللويس اكويجن، الماكسيموم اسبندنج اللي ممكن يتحملها الجير هي عباره عن الالاوبل ستريس. مثل ما تعرفون الالاوبل ستريس له علاقه بالماتيريال تايب، شنو نوع الماتيريال اللي عندك. اذا سيجما نوت في الفيس ويدث اللي هو عباره عن بي ملتبلايد باي واي اللي هو عباره عن الفورم فاكتور. هذا الفورم فاكتور راح نختاره ات دي فيرتشوال نمبر اوف تيث. طبعا احنا دائما التصوير راح يكون عندنا على اساس البينيون، زين راح يكون عندنا على اساس البينيون في اغلب الاحيان. فالواي بالحقيقه راح ناخذه ات دي فيرتشوال نمبر اوف تيث اوف ذا بينيون مقسوم على الكي اف، هذا الفاكتور اللي قيمته 1.5 اللي ياخذنا بنظر الاعتبار تاثير السترس كونستريشن اوف ذا فيلت. اوكي مضروب في الدايمتر اوف بيتش. هذه العلاقه مثل ما سمعتونا نحكي بالفور جير والهيليكال جير نستخدمها لما نستخدم البريتش يونت، لانه هذا البي بالحقيقه كابيتال بي اللي هو عباره عن الدايمتر اوف بيتش بتكون الوحدات مالته هو انش اس ناقص واحد. اذا هنا خليت الكوميه داخل المستطيل الاحمر دي فاكتور واي فور ا جير اوف ان برايم اللي هو عباره عن الفيرتشوال نمبر اوف تيث. فانت على اساس صمم على اساس البينيون، على اساس الاضعف، على اساس الاصغر، راح يكون عندنا هنا النمبر اوف تيث او الفيرتشوال نمبر اوف تيث اوف ذا بينيون. هذا هو عباره عن الاف بيندنج. اما الوير فراح تبقى معادله باكنجهام اكويجن. هذه هي عباره عن باكنجهام اكويجن بالنسبه للبيفل جير، تساوي لنا 0.75 في الدي اوف بينيون. هنا احنا محددين لانه التصميم مالنا يكون على اساس البينيون، السيركل دايمتر مال بينيون ملتبلايد باي بي الفيس ويدث ملتبلايد باي كي، وعرفنا شلون نختار الكي ملتبلايد باي كيو داش، مو كيو انما كيو داش اللي هي الفيرتشوال نمبر اوف تيث. راح نستخدم بها الفيرتشوال نمبر اوف تيث مال جير والفيرتشوال نمبر اوف تيث مال البينيون. زين مثل راح نشوف ان شاء الله بالمسائل اللي راح نحلها على كوساين الفا اي اللي هو البيتش انجل مالت من كوساين البيتش انجل مال البينيون مال البينيون. اذا هنا الدي بي هو عباره عن الدايمتر ميجرد ات ذا باك اوف ذا توث. زين والفيرتشوال توث الفيرتشوال نمبر اوف تيث بالحقيقه والفيرتشوال توث نمبر والبيتش انجل اللي هي عباره عن الالفا كلها عرفناها. الوير لود فاكتور اللي هو كي راح نختاره من الجدول. اذا فور ساتسفاكتوري اوبريشن لازم تكون عندنا هذه المتراجعات صحيحه، انه الاف بي شوف هنا فور ساتسفاكتوري اوبريشن اوف ليبل جير سيت ذا يوجوال ريكوايرمنت. شنو الريكوايرمنت فور ساتسفاكتوري اوبريشن؟ هو هذا لازم يكون الاف بيندنج از جريتر ذان الاف دي اند اف دبليو از جريتر ذان الاف دي. هذا اللي يخليني اضمن انه الجير او الماتيريال مال الجير راح يتحمل لي الماكسيموم بيندنج فورس اللي راح تتولد وما راح يصير وماكسيموم وير لود اللي راح تتولد، بحيث ما يصير عندي فيتنج، ما يصير عندي سكراش، ما يصير عندي وير بالحقيقه، ما يصير عندي وير. هذه طبعا المعلومات احنا اخذناها سواء كان بالسبور جير او بالبيبل جير وتبقى نفسها، لكنه شنو مع اجراء التحويرات المطلوبه نتيجه للجيومتري الجديد اللي موجود عندنا. اذا نروح نشوف بعض المسائل اللي نطبق بها هذه المعلومات اللي اخذناها. فمثلا هنا عندنا pair of beeble gears to transmit 15 horsepower at 500 rpm with a speed ratio of 0.5 speed ratio of 0.5. إذن 20 pressure angle pinion has 8 inch عندك diameter مالته 8 inch back cone pitch diameter DP هو 8 inch. اوكي 2.5 انج فيس ويدث اند دايمتر البيتش اوف 7 تيث بير انج. هذا الدايمتر البيتش
كالكوليت دي اكسيال راديال فورس اكسيال اند راديال فورسز اكتنج اون ايتش جير اف ذا جير ار ميد اوف اس اي اي 1020 ستيل ووتر كونستانت تيمبر لايك ا تايب اوف ماتيريال. زين تريد من عندنا الاكسيال اند راديال فورسز اكتنج اون ذا ايتش جير if the gears are made of SAE 1020 steel, water quench and temper, will they be satisfactory from the bending point of view? يعني اختيارنا لهالمعدن هذا صحيح لا مو صحيح؟ شو راح نشيك هذا اذا كان صحيح او لا؟ زين؟ نقول employ شوف هنا من دي يقول will they be satisfactory from the bending point of view؟ حتى اذا ما ذكر لك هاي الملاحظه انت لازم تروح تحل على اساس اللويس اكويجن. زين بس هنا عندنا الكي اف احنا لازم نعطيك اياه قيمه الكي اف تساوي لنا 1.4. اذا انت عاد نشوف شلون راح نتعامل مع هذه المساله. طبعا الار اف موجود عندك هنا سبيد ريشيو قيمه السبيد ريشيو اللي هي عباره عن 0.5 سبيد ريشيو. نعم سبيد ريشيو هي عباره عن 0.5 اوكي واللي هي تساوي لنا الدي اوف بنيون الى الدي اوف جير. لذلك الدي اوف جير از ايكوال تو دي اوف بنيون على السبيد ريشيو. الدي اوف بنيون موجود عندك منطقي مثلا اللي هو 8 على 0.5 يتساوي لنا 16 انش. اوكي هذا اذا صار عندي الدايمتر مال بنيون والدايمتر مال جير ايش بيهم معلومين عندي. اوكي واحد 8 واحد الاخر راح يكون عندنا الضعف مالته اللي هو 16. بما انه الار اس معلومه اذا التان الفا بي ايضا راح تكون عندنا معلومه لان الالفا بي از ايكوال تو تان انفرس اوف ار اس تان انفرس اوف 0.5 لذلك هي 26.56. ايش قد مقدار الار افرج؟ هنا من طلعنا الالفا بينيون اكيد راح تطلع الالفا جير لانه الزاويه ما بين المحاور هي 90 درجه. الزاويه ما بين المحاور بتكون عندنا 90 درجه. 90 ناقص 26.56 راح يكون عندنا 63.44 ديجري. هذا عباره عن الالفا جير على اساس راح نحسب شنو الار افريج بالنسبه للجير هو عباره عن الار جير ناقص البي اوفر 2 هذا عباره عن الفيس ويت على 2 زين في ساين الفا جي ساين البيتش انجل مالت من مال الجير. اذا 8 ناقص 2 ونص على 2 في ساين 63.44 لان هذا هو عباره عن الالفا جي يسوي لنا 6.88 انش. هذا هو عباره عن الار افرج هذا هو اللي نحسب على اساس التورك. اوكي اما الار بينيون افرج راح يكون هو عباره عن ار بينيون ناقص دي اوفر 2 ساين الفا بي. الالفا بي هذا المعلومه عندي اللي هي عباره عن 26.56 فلذلك هي عباره عن الار اوف بينيون احنا عندنا الدايمتر مالته هو 8 راح نقسم على 2 راح يصير عندنا اللي هو 4 اوكي ناقصا 2.5 على 2 تيسوت على 2 ساين 26.56 وراح يطلع لنا حدود 3.44 انش. ايش قد مقدار التانجنشال فورس؟ التانجنشال فورس هي عباره عن الهورس باور على البي. بس هنا عندنا احنا كل واحد هورس باور يساوي لنا 33000 فوت باوند بير مينيت. اوكي فنستخدم هاي 33 والا هو المعادله العامه هي عند الهورس باور يساوي لنا او بالحقيقه الباور تساوي لنا لفت انجنشال في الفي. اوكي بس احنا الوحدات هنا انا بريتش يونت فمضطرين نستخدم هذه العلاقه. ايش قد مقدار الفي؟ هي باي في الدي بي افريج في الان اوف بينيون شغلنا كله على بينيون على 12 اذا باي في الدي اوف بينيون افريج. لاحظ هذا الافرج مالته ثناني مضروب في 500 مقسوم على 12 ايش قد راح يعطينا؟ راح يعطينا بحدود شو اسمه 900.5 فوت بير مينتس. وارجو التدقيق هنا بالنسبه للدي احتمال انه ماخذ الار. اذا ار لازم هاي تنضرب في 2 نرجع ان شاء الله نشوف الحساب مالته. هاي دائما يصير عندنا هذا الخارج
بس القصد انه هسه الاف تي راح نقدر نحصل عليه بهالطريقه هذه. من حصلنا الاف تي هنا راح نقدر نشوف ايش قد مقدار الاف اكسيال وايش قد مقدار الاف راديان من العلاقات اللي شفناها سابقا. إذن هذه بالنسبة لي المتطلبات الأولى. المتطلب الأخير هذا شوي مهم. Discuss the suitability of the chosen material. احنا اختارين الماتيريال اللي هو FAE 1020 يمكن. مو 1020؟ 1020 Water Constant Tempered. بيقول شوف لي هذا الماتيريال يعني ينفع في تصنيع الجير لو لا. من وجهة نظر شنو؟ من وجهة نظر السترينج. من وجهة نظر السترينج. إذا احنا شلون راح نعرفه ينفع له لا؟ من وجهة نظر السترينج المفروض يقاوم يعني الاف بيندنج اللي الماكس يتحمل لنا الاف بيند الماكسيموم اف بيندنج اللي راح تتولد. راح يتحمل لنا الماكسيموم اف بيندنج اللي راح تتولد. شلون نشيك هذه العملية؟ نشيك هذه العملية عن طريق الفورمولا مالتنا الكرايتيريا مالتنا انه الاف بيندنج ات ماست بي جريتر ذان اور ايكوال تو اف دايناميك. اذا تحققت هذه عندنا اذا تحققت هذه الكرايتيريا اذا الماتيريال مالتنا اوكي. الماتيريال اللي اختاريناه اختيارنا للماتيريال في تصنيع هذا النوع من انواع الجير اللي دي يشتغل تحت هالظروف هذا هو اختيار صائب صحيح اوكي. فاذا عندنا الاف بيندنج ونقارنه ويا من؟ ويا الاف دي. إذا لازم نروح نحسبهم، هم نحسب الـ F-Bending وهم نحسب الـ F-D. إذا نروح نحسب الـ F-Bending، هذا هو عبارة عن الـ F-Bending من Lewis Equation. Sigma naught في B في Y على KF over diameter of pitch. هاي صارت المعادلة مالتنا شهيرة. أوكي؟ يبقى عندنا شنو؟ الـ Y هذا it must be at the virtual number of teeth mal pinion. الـ virtual number of teeth mal pinion. إذا عندنا هذا الـ virtual number of teeth mal pinion هو 2 في الـ RB of pinion مضروب في الـ diameter of pitch مضروب في الـ diameter of pitch. هاي العلاقة اللي شفناها بمقدمة المحاضرة. أوكي؟ فلذلك هنا راح يكون عندنا الـ virtual number of teeth mal pinion هو 2 في R لأن يعني هذا 8 بالحقيقة 8 إنج الـ diameter مالته في الـ R عندنا 4 مضروب في الدايمتر البيتش اللي هو عباره عن 7 انش اس ناقص 1 راح يطلع لنا ايش قد؟ 56 توس. هذا هو عند راح نشوف قيمه الواي. نروح للجدول الفورم فاكتور راح نشوف انه الواي 56 توس. طبعا احنا هنا ناخذه فور 50 تيث بالحقيقه. يعني تروح للجدول راح تلقي من 50 الى 60 يا اما تروح تسوي انتربوليشن وهذا الافضل زين؟ وانا بالنسبه لي هنا فور سمبلسيتي اخذت فور اخذت عند ال 50 توث يعني اخذت البنيون البنيون مالتي النمبر اوف تيث مالتي 50. بالنسبه لك لازم تروح تسوي انتربوليشن حتى تطلع ايش قد النمبر اوف تيث فيرتشوال نمبر اوف تيث. فنقول انه الواي يساوي لنا 0.408 اوكي. ايش قد قيمه السيجما نوت؟ السيجما نوت ايضا نروح على الماتيريال الجدول مال الماتيريال قد الـ FAE 1020 60 يعني الـ both gears of الـ both gears الـ pinion and gear نصنعيهم من الـ FAE 1020 water quenched and tempered. راح تشوف انه الـ sigma note تساوي 18 KSI اوكي. ولذلك هنا أنا راح تجي تستخدم هذا بالـ FB حتى تطلع قيمة الـ FB. تستخدم هاي المعلومات حتى تطلع من عندها الـ FB راح يطلع لك الـ F bending بالحقيقة 1873.46 باوند. اوكي هذا المفروض تروح تقارنه ويا من؟ ويا الاف دي. الاف دي حتى نختار المعادله مالتها يحتاج لنا انه نشوف ايش قد قيمه الفيلوسيتي. الفيلوسيتي احنا حسبناها سابقا. لاحظ هنا حسبنا الفيلوسيتي 900 فوت بير مينت 900.58 فوت بير مينت. اذا يا معادله راح نروح اكيد هالمعادله اللي تعطيني الفي اكبر من صفر واقل من 2000 فوت بير مينت هي موجوده ضمن الرينج هذا. فلذلك المعادله مالتنا مال اف دي هي هاي 600 زائد ام في هاي بي بالفوت بير مينت مقسوم على 600 ملتبلايد باي الاف تي. اوكي فلذلك هنا الاف دي بالحقيقه راح تكون هي هذا المقدار مالتها 600 زائد 900.58 مقسوم على 600 مضروبه في الاف تانجنشال. والاف تانجنشال عرفناها ايش قد قيمتها
549.63 راح يطلع لي هنا 1374.6. فأنا بهالحالة هذه أروح أشيك إيش قد قيمة الأف بيندينج 1873، إيش قد قيمة الأف دي هي 1374. إذا بما أنه الأف بيندينج هذه أكبر من الأف دي، إذا هنا عندي المعدن مالتين. إذا the chosen material is suitable from bending strength point of view. يعني شلون نقول الجنرال بروسيجر اللي تستخدمه هو هذا، الجنرال بروسيجر اللي تستخدمه هو هذا، اوكي، حتى تشيك انه المعدن مالتك اللي اختاريته هل هو معدن يوالم هذا التطبيق، لو ما يوالم هو هذا البروسيجر اللي راح تمشي به. ايضا هنا عندنا مثلا الاخرى، احنا طبعا مثل ما تعرفون يعني صار التصميم تكون واضح من دراسه الفول جير والهيلكل جير، اصبحت هذه سهله، البقيه كلها عباره عن تحوير للمعادلات لا اكثر ولا اقل. عندنا بير اوف 20 ديجري بريشر انجل بيبل جير الان 1 30 والان 2 60، هذا موديول اوف 8.5 ملم ات اوتسايد دايمتر ديتيرمين ذا باور كاباسيتي اوف ذا بير. من نقول determine the power capacity of the pair، يعني شنو معناته؟ معناه راح نشيك ال F bending ونشيك ال F W ونشوف من الأقل ال F bending لو ال F W وناخذ الأقل، وعلى ضوءها راح نحسب شنو؟ راح نحسب ال F tangential، لأنه ال power transmitting capacity مال هذا ال pair مال gears اللي ال N1 مالته هو 30 وال N2 مالته هو 60، زين؟ راح يكون عندنا هو عباره عن الاف تانجنشال مالتبلايد باي في، البي هي عباره عن البيش لاين فيلوسيتي، زين، هي عباره عن البيش لاين فيلوسيتي، ماشي يعني. فهنا من دا يقول لك يوزنج لويس اند باكنجهام اكويجن، انا طبعا ما راح اقول لك اياها، يوزنج باكنجهام ولويس اكويجن مباشره، من يقول لك ديتيرمين دي باور كاباسيتي اوف ذا بير بدون ما يحدد لك، زين، انت المفروض تروح تشيك السترينج وتروح تشيك الوير وتشوف منو الاقل الاف بيندينج او الاف دبليو، ومن عندها تروح تطلع شنو؟ تروح تطلع الاف تانجنشال عن طريق المقارنه ويا منو الاف دي، عن طريق المقارنه ويا الاف دي اللي هي عباره عن الدايناميك فورس، وبعدين تروح تضربها في الفي، لانه البينيون بالحقيقه دا يدور بسرعه مقدارها 720 ار بي ام، 720 RPM. The gears are made of SAEL 440 and hardened to about 200 Brinell hardness number. 200 يعني كل المعلومات اللي تستخدمها في حالة انه ال F bending وال FW راح تكون عندك موجودة، تكون عندك موجودة. كل ما في الأمر تروح تحسب ال F bending وتحسب ال FW وتشوف ايش قد عندك من الأقل، زين، وتحسب من عند ال يعني الـ power to be transmitted by these gears، okay، by this set of gear. نشوف الـ F bending، طبعاً هنا لا تنسى إنه الوحدات مالتنا هي بالمتريك سيستم، فلازم تستخدم الموديول، العلاقة مال الموديول لا تنساها، ثانية، و virtual number of piece موجود عندك، فهنا استخدمنا الـ NP over cosine alpha P لأنه راح نقدر نطلع قيمة الـ alpha P هذه، okay. يعني سنوعنا بالأخذ بالفورمولا الأولى بالنسبة للمثال الأول، هاي الفورمولا الثانية بالنسبة للمثال الثاني. أيضا 90 ناقصا الألفا بي هو عبارة عن الألفا جير، الـ N داش أوف بينيون راح يطلع عندك، زين، تروح تطلع عند الواي، تروح تحسب إيش قد مقدار الـ F بي وتشوف إيش قد مقدار الـ F دبليو. لاحظ الـ F دبليو 0.75 دي أوف الدي مال بينيون، طبعا راح ناخذها في الدي الفيس ويث في الكي في الكيو داش. شوف الكيو داش هي عباره عن 2 ان داش اوف جير اللي عباره عن فيرتشوال نمبر اوف تيث مال جير، على الان داش اوف بينيون اللي هو عباره عن فيرتشوال نمبر اوف تيث مال بينيون، وكذلك الحال هذه عباره عن فيرتشوال نمبر اوف تيث مال الجير، ولذلك لازم تستخدمهن تحسبهن اثنيناتهن، اوكي، وتجي تستخدمهن هنا بهذه المعادله، وعندك المتبقي انه الدايمتر مال البينيون هو عباره عن الام في الان اوف بي، زين،
راح يطلع لك ايش قد مقداره الكي، تروح تختاره من الجدول، تطلع قيمه الاف دبليو. الدايناميك لود بالحقيقه هنا تو كالكوليت دايناميك لود لازم تطلع شنو عندنا، تستخدم الار افريج، تستخدم الار افريج. الار افريج هذا هو عباره عن الار افريج اللي هو عباره عن الار بينيون ناقصا كذا بي اوفر 2 ساين. احنا هناك منطين الافريج دايمتر فلذلك قسمنا على 2 راح يطلع لنا 36.85 ملم. لما تقسم على 1000 يطلع لك هذا المقدار، وراح تحسب ايش قد مقدار الـ هذا بالمتر بير سكند، تضربه في 3 و3 بالعشره في 60 حتى تحول الى فوت بير مينت، وراح يطلع لك بحدود 537.4 فوت بير مينت. على ضوءها انت راح تختار هاي العلاقه. احنا مو عندنا ثلاث علاقات وبها رينجات مؤثره، هاي تقع ضمن الرينج اللي ينطيك هاي المعادله. اوكي، اذا هذه هي عندنا شو اسمه المعادله مالتنا، وهذا راح يعطيك 1.89 في الاف تانجنشال، وراح نشوف نقارن انه اف دي واف دبليو من الاصغر. الاصغر راح تكون اف دبليو، راح ناخذها ونطلع من عندها الاف تانجنشال، والاف تانجنشال نضربها في الفيلوسيتي حتى نطلع الباور. يعني صار مساله تقليديه سواء كان بالستور جير او البيبل جير او الهيليكال جير، زين راح يكون هو هذا عباره عن البروسيجر. لحد هنا